كيف العصيد؟ يتناول عبد الوارث وجبة العصيد المصنوعة من القمح مع أطفاله كوجبة شبه يومية وأقل كلفة أصبحت تلجأ إليها الأسر اليمنية عموما. أغلب الأسر تتناول وجبة العصيد لأنها تمثل أقل تكلفة بحدود 1000 ريال تكلفتها، وبنفس الوقت مجبرون أن نتناول هذه الوجبة، لا بديل، لا يوجد بديل عنها. يعتمد اليمن على استيراد معظم احتياجاته الغذائية، ويحتل القمح والدقيق المرتبة الأولى من بين 30 سلعة غذائية يستوردها اليمن. 98% من احتياجات السكان من القمح والدقيق تأتي من الخارج، منها نحو 40% من روسيا وأوكرانيا. بعد توقف معظم الأعمال مع استمرار الحرب للعام الثامن، يعيش معظم سكان اليمن على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومنظمات ودول مانحة. يستحوذ برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف الكميات المستوردة من القمح والدقيق في شكل سلال غذائية يقدمها للمتضررين، لكن 8 ملايين من إجمالي 13 مليون يمني باتوا محرومين من مساعدات غذائية شهرية كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي بعد إخفاق الأمم المتحدة في إقناع المانحين بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. لقد نفذت أموالنا حالياً وقطعنا الدعم الغذائي عن 8 ملايين شخص، وعندما اعتقدنا أنه لا يمكن أن يزداد الأمر سوءاً جاءت أوكرانيا وستتسبب في تدهور اقتصادي في جميع أنحاء العالم. تقول الحكومة اليمنية إن لديها مخزوناً غذائياً يكفي 4 أشهر، وإنها اتخذت تدابير لمواجهة احتمالات حدوث فجوة غذائية بسبب المخاوف من تداعيات الحرب في أوكرانيا. وقللت الغرفة التجارية في عدن من تلك المخاوف بتنويع مصادر الاستيراد. البدائل الموجودة ممكن استيراد من دول أخرى، ممكن في دول أخرى. أيوة، ما شاء الله الدنيا كلها في أوكرانيا. يخشى اليمنيون من أزمة غذاء مع استمرار الحرب في بلادهم وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، فأسعار القمح والدقيق تضاعفت، والناس أو من استطاع منهم تدافعوا لشراء وتخزين كميات من المواد الغذائية تحسباً لأوقات عصيبة.